حاولت زوجة العزيز أن تذهب إلى السجن لترى يوسف بعد أن اشتاقت إليه حتى وصلت إلى السجن. أين كانت الملكة زليخة ملكة البلاد؟ كنت أتجول في الطريق فلقد ضاق بي القصر. ضاق القصر بملكة؟ القصر الذي كان حلم حياتك ضاق بك يا زوجتي الحبيبة؟ يا لها من حياة غريبة عجيبة تحياها أيها العزيز. فليأذن لي مولاي الملك بالصعود إلى حجرتي فأنا متعبة. لم أعد أسمح أو أهب أو أقرر يا ملكة البلاد، فافعلي ما تشائين. ماذا تقصد يا مولاي؟ فأنا زوجتك. خائنة! أنت خائنة، أنت زوجة خائنة، وليس لمثلك إلا الموت، ولكن مثلي لا يقتل من يحب بل يقتل نفسه من أجل من يحب. أنا لم أخونك، ستثبت لك الأيام أني لم أخونك. لم أعبأ بحقيقة الأمر، فالكل عندي أصبح سواء، فليس للفضيحة من دواء، وليس لكره الرجل من شفاء.